الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تبشر المؤمنين بالتوبة والرحمة والمغفرة من الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا جميعا ما دام أننا قد تبنا إلى الله سبحانه وتعالى، وكما قلت تكون التوبة مخلصة لله عز وجل من جميع الذنوب والخطايا التي نرتكبها، لأننا كلنا مخطئون عباد الله، وخير الخطاؤون التوابون. يقول الله سبحانه وتعالى says in the Quran, which means, and O Muhammad, if those believers come to you, they believe in Allah and they believe in our signs, then tell them peace on you, or peace be upon you. Allah subhanahu wa ta'ala has decreed upon himself that mercy, and that anybody who has committed bad deed out of ignorance, then he repented afterward and then he did good deed, Allah subhanahu wa ta'ala is forgiven, very merciful. Allah subhanahu wa ta'ala also says in the Quran, which means, and if they had transgressed against themselves or oppressed themselves, then they came to you, O Muhammad, then they seek the refuge of Allah, the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. Then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, or the Messenger of Allah, asked for forgiveness of Allah for them. Allah subhanahu wa ta'ala will accept their repentance, and Allah subhanahu wa ta'ala is very merciful. فَلَا أَحَبَّتِ فِي اللَّهِ لَا يَجْبُ عَلَيْنَا أَن نَقْنَطَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فرحمة الله ليس لها سقف ولا حد. يقول صلى الله عليه وسلم عن التوبة: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، أي أن باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تغرب الشمس من مشرقها. وأيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فسر الآية، أن الله سبحانه وتعالى عندما قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية أنه في يوم القيامة يأتي عبد يحاسبه الله سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل لملائكته: اقرأوا صغار الذنوب عبدي عليه، اقرأوا صغار الذنوب على عبدي واخفوا عنه كبار الذنوب. فيبدأ الملائكة بقراءة صغار الذنوب على ذلك العبد الضعيف فيقرؤونها، ثم يتوقفون عن القراءة. والرجل كما قال صلى الله عليه وسلم مشفق أنه ما زال لم يسمع الذنوب الكبار، فيقول الله عز وجل: هل انتهيتم من قراءة الذنوب؟ فيقولون نعم. فيقول الله عز وجل: بدلوا سيئات عبدي حسنات، بدلوا سيئات عبدي حسنات. فإذا بذلك الرجل الطماع المذنب أيضا يقول: يا رب، لما زالت لدي ذنوب كبيرة، يعني من الكبائر لم تقرأ. لماذا؟ لأن الله، لأنه رأى رحمة الله سبحانه وتعالى عليه، كيف أن الله عز وجل بدل ذنوبه حسنات، فهو يريد تبديل كل ذنوبه من سيئات إلى حسنات. وذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: أبدلوا كل سيئات عبدي حسنات وخذوه إلى الجنة. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجب أن نأخذ رحمة الله عز وجل يعني وأن لا نعمل بحقها، نقول نحن نذنب والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، لكنه شديد العقاب، وإذا أخذ الله الظالم لم يفلت. الظالم هو من ظلم نفسه أولا ثم يظلم الناس. ليس بالشرط أن تظلم الناس فقط، لكنك تظلم نفسك يوميا بالذنوب والمعاصي. فماذا لو أنك ترتكب الذنب وأخذ الله روحك في تلك الساعة أو في تلك اللحظة؟ فماذا تقول الله عز وجل: كنت أنتظر غدا أو بعد غد أو رمضان أو ليلة القدر أو السنة القادمة؟ التوبة تحصل الآن،
على كل واحد منا أن يعلن توبته لله عز وجل الآن، كل واحد منا، لأن كلنا مذنبون وكلنا نرتكب المعاصي والسيئات يوميا سواء كانت كبيرة أو صغيرة. فلذلك فلنستغفر الله ونتوب إلى الله عز وجل اليوم قبل غد. يقول الله عز وجل لذلك ولا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كما قلنا. وذلك القصة عن الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فقالوا له اذهب إلى ذلك المتعبد، شخص متعبد، واسأله هل لك توبة أم لا. فذهب وسأله هل لدي توبة للمتعبد؟ قال له المتعبد لا، ليس لك توبة، قتلت 99 نفس. فقتله الرجل، خلص عليه، أصبحوا الآن 100. ثم سأل عن مكان آخر فقالوا هناك الشيخ أو المتعلم، إنسان متعلم يعرف الله يعني أكثر معرفة من ذلك الأخ بالله عز وجل. فذهب إليه وقال له هل لي من توبة، قتلت 100 نفس. فقال له الرجل نعم لك توبة، ولكن عليك أن تبدل ما أنت عليه وتنتقل من هذا المكان الذي أنت فيه، لأنه مكان ضلالة وإنما يزيدك ضلالة وطغيانا في الأرض، فعليك أن تنتقل إلى مكان آخر، إلى أرض أخرى تعبد الله فيها، فالناس فيها أكثر عبادة لله وأكثر تقوى لله. فذهب الرجل، وبينما هو في الطريق أتته المنية فمات في الطريق. نزلت عليه ملائكة الرحمة ونزلت عليه ملائكة العذاب، كل يريد أن يأخذ ذلك الرجل، هذا يأخذه إلى النار، والآخرون وملائكة الرحمة تريد أن تأخذه إلى الجنة. فأنزل الله سبحانه وتعالى ملكا، وقيل رجلا بصورة أو ملكا بصورة رجل، فحكم بينهما أنه إذا كان جسمه أو جسده أقرب إلى الأرض الجديدة الخيرة فإذا فهو من أصحاب أهل الجنة، وإن كان جسده أقرب إلى الأرض السوء فهو من أصحاب النار. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه طوى الأرض تحته وجعل جسده يكون أقرب من أرض الرحمة حتى يرحمه الله سبحانه وتعالى، لأنه تاب إلى الله عز وجل وذهب وتحرك باتجاه الله سبحانه وتعالى، فتاب الله عليه وقبله وجعله من أصحاب الجنة بإذن الله تعالى. The Prophet صلى الله عليه وسلم talks when given an interpretation of the verse when Allah subhanahu wa ta'ala said, except those who repent and they believe in Allah and they do good deeds, then those Allah subhanahu wa ta'ala will change their bad deeds, good deeds, and Allah is the forgiven, the most merciful. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in this that on the day of judgment Allah subhanahu wa ta'ala will raise a man who had committed a lot of sins, and then Allah subhanahu wa ta'ala start judging him. Then Allah subhanahu wa ta'ala will tell the angels, read on him the small sins, the little ones, and hide the big ones. Do not read the big ones on him. Then they start reading the small ones on this person, and he is mushfiq, he is very scared that, you know, he has not heard of the big ones, the big sins, the sins that will destroy him. And they would read, the angel will read the small sins, and then they will stop. Then Allah subhanahu wa ta'ala will tell them, did you read everything? They said, yes, oh Allah, we read everything. And then Allah subhanahu wa ta'ala tell them, then change those sins of my servant into good deeds. Then the slave of Allah subhanahu wa ta'ala will say, oh Allah, I have other big sins that I have not heard about. Why? Because he is, you know, he is so greedy that he knows Allah subhanahu wa ta'ala will change all his sins into good deeds, and then Allah subhanahu wa ta'ala will put him in al-Jannah. Then Allah subhanahu wa ta'ala, out of his mercy, will tell his angels, go ahead, oh my angel, change all the bad sins of my servants into good deeds, then take him to al-Jannah. And this is from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And we talk and remember the story of the person who had killed 99 souls. He had killed 99 persons. And then he decided to make tawbah. So they told him, go to that abid, to that worshipper who worship Allah subhanahu wa ta'ala, and ask him if you can make tawbah, if your tawbah will be accepted. So he asked the man, the worshipper or the abid, do I still have tawbah even though I have killed 99 people? Then the person told him, no, you can't make tawbah because you already killed people, so no tawbah for you. Then he killed him, and he made 100 people now. He killed 100 people. Then he asked about another person. He went to ask him, a man of religion,
So he went to this scholar and he asked him, "Do I have a tawbah? If Allah will accept my tawbah even though I killed 100 people?" Then he told him, "Yes." Because as the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah will accept your tawbah as long as you are not in your deathbed, meaning your soul is not your leaving your body. And before the sun rises from the west, then Allah subhanahu wa ta'ala, the door of tawbah is still opens to everyone before they are dying. So he told them, yes, you can have a tawbah, but on a condition that you leave this town you are in right now, because it's a bad town. A lot of bad people live here, so you need to move to another town that you can practice the virtue, you can practice the tawbah, you can practice the worshiping of Allah subhanahu wa ta'ala. You have to leave this town. So he left that town, but in the middle or before the middle, he died. Now the angel of death or the angel of punishment came down to take him. And then the angel of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala came down to claim him as well. Then they had dispute. Allah subhanahu wa ta'ala sent an angel, and some said an angel in the shape of a human person. And he made a judgment between them. He said, if his body is closer to the land, to the bad land, then he is among the bad people, then, you know, the people or the angel of the punishment should claim him. And he said, if his body is closer to the new land, the land that he seek to get repentance to Allah subhanahu wa ta'ala, and he made repentance and to seek, you know, the forgiveness of Allah, if his body is closer to that, then the angel of mercy should claim his body. Allah subhanahu wa ta'ala made out of the mercy, made the earth beneath him come closer to the land of the mercy or to the new land. So the angel of mercy claimed his soul. And that's how Allah subhanahu wa ta'ala always, when you seek his refuge, when you seek his help, when you seek his mercy and his forgiveness, sincerely for the sake of Allah azza wa jal, Allah will accept it. Allah subhanahu wa ta'ala said, Allah forgives all sins. All of it. And this is among the ayat in the Quran Kareem that is make us very happy, the mu'mineen, because Allah subhanahu wa ta'ala will forgive all the sin as long as we make that sincere tawbah for Allah subhanahu wa ta'ala today before it is too late. Do not say tomorrow, do not say Laylatul Qadr, do not say next time. It is today, because you do not know if you can live until later on. You do not know if you can inhale your breath that you will take it back. Only Allah subhanahu wa ta'ala knows. So always, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam, always as the repentance of Allah subhanahu wa ta'ala. It's only a few words you say in your mouth. Astaghfirullah al-azim, atubu ila Allah. Every time, do this, and Allah subhanahu wa ta'ala, with the will of His subhanahu and His mercy, will accept your tawbah inshallah, and will make us among the successful in dunya and in the akhirah. Hada wa sallu wa sallimu ala man umartum bis salati wa salami alayhi. Aminan bi qawlillahi subhanahu wa ta'ala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وارزقنا راحة عند الموت اللهم ارزقنا الثبات عند السؤال وارزقنا العفو عند الحساب يا رب العالمين وأدخلنا الفردوس الأعلى بلا سبق عذاب اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وسوريا اللهم انصرهم يا رب العالمين ووحد صفوفهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم عليك بالظالمين أينما كانوا وكيفما كانوا اللهم عليك بمن عاد المسلمين والإسلام اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم دمرهم يا أكرم الأكرمين اللهم دمرهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم ارحم إخوان المستضعفين في كل مكان اللهم احقن دماءهم وأرواحهم اللهم احفظهم واحرسهم بعينك التي لا تنام يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتقنا من النار في هذا الشهر الكريم
والدينا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. No room in the back. Okay. Yeah, no more. Come closer. One more question. Yeah, no more. Shoulder to shoulder. Come closer, inshallah ta'ala. Make room for the brothers in the back. Yahya. Still, Yasin. Come closer. Still, yarhamni yarhamkumullah. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما
فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخولا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.